السلام عليكم، كي دايرين خوتي؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. اولا كنتقدم عليكم بتهنئه العيد، عيد مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وكل عام وانتم بخير. وعدنا اليكم من جديد مع فيديو يتعلق بموضوع الدواجن. انتم كما كتشوفوا هذه التفقيصه الاولى، اما الحمد لله راه مزيانين وكبروا تبارك الله. ونتحدثوا هذا الموضوع اللي بغينا نتكلموا فيه، الموضوع اللي بغينا نتكلموا فيه هذه المره، وهو المراحل ديال التفقيس، من بدايه يعني ان كيفاش تجيب البيض حتى ليوم التحضين، كيفاش كتكون وشنو هي الاخطاء اللي خاصنا نتجنبوها وما نوقعوش فيها. اولا العملية، أولا كيفاش نجيبو البيض يكون مخصب. البيض المخصب هو اللي كيكون ملقح الذكر، وهذا البيض المخصب هو اللي يمكن له أنه يعطينا الفلوس. إذا كان البيض شريتوه غير مخصب فما غاديش يعطيكم حتى شي حاجة. لذلك أول خطوة يعني أنكم تجيبوا البيض من عند شي أحد يكون ثقة ما يكذبش عليكم، لأن كاين بزاف ديال النصابة في هذا المجال واللي قدو يضحكوا عليكم ويقولوا لكم هذا البيض راه مخصب هو غير مخصب. يعني اول خطوه هو انه يكون البيض مخصب من عند شي انسان يكون ثقة، هذه اول حاجه. احنا جبنا البيض المخصب، راه هو بينكم كيفاش غادي نخلي لكم الرابط ديال كيفيه صنع فقاصه، راه كنت تحدثت فيه واحد الفيديو، فقاصه يعني بسيطه في المنزل. وغادي نخلي لكم الجزء الاول ديال عمليه التفقيس والجزء الثاني كذلك. مهم ملي كنوضعوا البيض في فقاصه، كما تعلمون ان مده التفقيس كتكون هي 21 يوم، في اليوم 21 يوم كيبدا يوم التفقيس. كنحطوا البيض كما كتعرفوا بالنسبه للثلاث الايام الاولى ما كنقيسوش فيها البيض، ما كنقلبوهش، كنخليوه حتى تفوت ثلاث ايام كنبقاو نقلبوه. ديك الساعه كنقلبوا التقليب، بالنسبه للفقاصه عاديه راه كيكون التقليب يدوي، يعني انت كتقلبوا راسك ماشي بحال الفقاصات الاوتوماتيكيه. يعني هذه بالنسبه اللي بغى يجرب تجربه في المنزل بسيطه، يعني كيكون التقليب يدوي، كتقلبوا واحد ثلاثة المرات في النهار، مره في الصباح، مره مور الظهر، مره في العشيه، وهكذا حتى تيجي اليوم الثامن عشر. اليوم الثامن عشر كنحبسو من تقليب البيض ديما، فاش وصلوا النهار الثامن عشر صار ما كنبقاوش نقلبوا البيض. بالنسبه لدرجه الحراره المطلوبه، راني كما وضحت في الفيديو اللي تحدثت فيه عن برمجه الترموستا، تركيب برمجة الترموستا، راه كتريقلوها ما بين، احسن حاجة تريقلوها ما بين 37.2 حتى 37.7، يعني كتبقى تلعب بين هاد الخمس درجات 37.2 37.7. من كتوصل درجة 37.2 كتشعل البولة، من كتوصل 37.7 عفوا يعني كطفى البولة، وبهذا كتبقى الحرارة مريقلة داخل الفقاصة. الان نتحدثوا عن الرطوبه. الرطوبه كذلك هي مهمه جدا، عامل مهم في نسبه التفقيس. بالنسبه للرطوبه، الرطوبه كتكون مثلا الى عندك، انا بالنسبه لي انا ما استعملتش ديك الجهاز ديال الرطوبه، اجهزه الرطوبه مختلفه، كاين ما بين اللي كتباع شي 50 درهم حتى 70 وانت غادي. انا بالنسبه لي ما توفرتش لي جهاز الرطوبه، ما لقيتهاش. استعملت طاسة ديال الماء كديرها تحت البولة، ومن الأفضل اللي كان عنده الجهاز أنه يريقل الرطوبة على درجة 55 في الأيام الأولى حتى اليوم الثامن عشر. اليوم الثامن عشر خاصو يرفع الرطوبة حتى 75 حتى 80، ما بين 75 و80. بالنسبة اللي ما عندوش هذا الجهاز ديال الرطوبة، بالنسبة للفقاصة عادي يمكن له يدير واحد الطريقة كما درتها أنا. بالنسبه للايام الاولى درت فقط طاسه ديال الماء،
عادية طاسة عامرة بالماء وخليتها تحت البولة. بالنسبة للأيام الأخيرة من نهار 18 اللي كنحبسو فيه تقليب البيض، ضروري خاصك ترفع فيها الرطوبة. إلا ما كانش عندك الجهاز، كاين واحد الطريقة تقدر ترفع فيها الرطوبة وكتكون النتيجة يعني مزيانة. الطريقة هي أنني فاش درت الطاسة في الأول درت وحدة عمرتها بالماء، كنضيف في ديك الطاسة كنضيف ليها البونج، وكنزيد طاسة أخرى ثانية وكنزيد فيها تاهي البونج وكنعمرها بالماء وكنخلي فيهم ديك البونج. بهاد الطريقة كترتفع درجة الرطوبة وكتكون عملية التفقيس ممتازة. إذا فاش كيوصل اليوم 21، فاش كيوصل اليوم 21 يعني كيبدا يوم التفقيس، كاين واحد الخطا تيوقعوا فيه بزاف الناس في الايام الاخيره ديال التفقيس، وهو انه كيبدا يفتح الفقاصه بزاف، وهذا خطا كبير يقدر يتسبب ليه يعني ان النتيجه التفقيس تكون عنده ضعيفه وكيتولي وكاين الفلوس اللي يقدر ما يخرجش من البيضه، كيوحل كتلصق عليه القشره وما كيخرجش. لاننا فاش كنبداو نفتحوا الفقاصه كنبقاو نفتحوها اش كيوقع؟ كيدخل الهواء، يعني ديك درجه الرطوبه كتحيد، تقدر تكون عندك مريقله مزيان 70 كدا و 70، كنت كتفتح الفقاصه كتمشي درجه الرطوبه وبالتالي كيكون ضرر على البيض. يعني الايام الاخيره اذا كنت مريقل الرطوبه بدرجه مزيان ما تبقاش تفتح الفقاصه، ومن تشوف البيض بدا كيتشقق خلي الفلوس يخرج بوحدو، راه بوحدو غادي يخرج. وطبعا كاين اللي كيفقص في اليوم 21، كاين اللي كيبقى حتى اليوم 22 حتى 23، هاد الايام بثلاث ايام كامله يقدر يتفقص فيها، يعني انت غير صبر عليهم. وطبعا من تتوضع البيض في الفقاصه، الا بغيتي يعني انك تنقص عليك ديك البيض اللي كيكون ما ملقحش وغير مخصب وسط الفقاصه، فالنهار الثامن كتقوم بعمليه الميراج. عمليه الميراج سهله ونقدروا نتكلموا عليها ان شاء الله في فيديو مستقل نوريكم الطريقه. الطريقه سهله، كتجيب واحد البيل صغير في اليوم الثامن، حيت في اليوم الثامن عاد يقدر يبدا يظهر لكم الفلوس داخل البيضه. في اليوم الثامن كتجيب واحد البيل صغير او غير البيل ديال الهاتف في اليوم الثامن، وكيكون الظلام ما يعني ما كيكونش الضو مشعول، وكدير ديك البيضه كل بيضه كتخرجها وكديرها فوق الهاتف اللي كتبان لك مثلا الداخل ديالها صفر ترونسبارون، عرف بان ديك البيضه ما غاديش تفقص لك وما فيهاش الفلوس، فهي غير مخصبه. هذيك غير نحيها، غتبقى غير معمره لك الفقاصه ودايره لك الزحه من الداخل، حيدها. والبيضه اللي كتبان لك فيها واحد الحموريه بحال العروق وغادي يبان لك فيها واحد الفلوس صغير كيتحرك، هذيك عرفها راه مخصبه. وان شاء الله غنديروا شي فيديو مستقل من غنصبوا واحد التفقيصه ونوريكم الطريقه باذن الله. جينا اليوم 21 و 22 23، ملي كيفقصوا الكتاكيت، ملي كيفقصوا الكتاكيت في ديك اللحظه ما كنخرجهمش من الفقاصه، لانك الا خرجتيه في ديك اللحظه يقدر يضربوا البرد وغادي يتوفى، لان كيكون هو مازال يعني فيه الرطوبه وكيكون مازال فاسك، خاصك تخليه داخل الفقاصه وحتى ينشف، وما كتعطيهش ياكل وما كتعطيهش يشرب، غير خليه كيكون هو باقي مستافد من ديك الاكل ديالو اللي داخل البيضه، كيكون مازال هو مستافد منه، كتخليه على خاطرو كينشف ديك اليومين حتى لثلاث ايام. من كينشف ديك الساعه خاصك تحولو بسرعه الى الحاضنه اللي انت كتكون دايره. الحاضنه يعني اي مكان كتكون انت داير فيه واحد البوله باش تعطيهم درجه الحراره، ودير لهم مثلا نجاره، الافضل نجاره او تبنو، انا كنفضل النجاره. وفاش كتخرجهم لمكان التحضين كتعطيهم في الاول غير الماء، تعطيهم الماء حتى يشربوا وتوقدوا، ديك الساعه كتعطيهم كتبدا لهم بالعلف ديال الديماراج، الف الديماراج باش يعني الفلوس يكون مزيان ويطلع مزيان. وهذه هي العمليه، ان شاء الله غادي نوريكم ان شاء الله من سالي من هذا الفيديو، غادي نوريكم دابا واحد شويه نوريكم واحد المفاجاه دابا تشوفوها ان شاء الله.
هادو دابا هاد الفلاس هادو عندهم 21 يوم، راهم كما كتشوفوا ما شاء الله راهم بصحة جيدة أمور غدا مزيانة ولله الحمد. أما بالنسبة للمفاجأة اللي قلت لكم ما هي، هذه تفقيصة ديال دجاج البراهمة كما كتشوفوا وريكم هنا. هذه سلالة البراهمة، هذا ماشي دجاج بلدي. الحمد لله تفقيصة غدا مزيان، يلاه بداو اليوم تفقصوا كما كتشوفوا. الحمد لله التفقيصة ديال سلالة البراهمة هي صدقات، الحمد لله ولله الحمد، الأمور غدا مزيانة. هنا كاين بعض البيض، كاين بعض البيض اللي كتشوفوه تما، هذاك ماشي براهمة، هذاك بلدي، وهذاك باقي شي أسبوع غادي يتفقص، حطيته معاه. أما بالنسبة للبراهمة بقاو لي غير بعض البيضات كنتسناهم نشوفو واش يفقصو، يعني نسبة التفقيص كانت جد ممتازة. هنا 14 الكوتكوت من أصل 18 البيضة، وكاين 4 البيضات باقي نتسناوهم اليوم وغدا نشوفو واش يفقصو ولا ما غيفقصوش. وهما كما كتشوفو هما الكتاكيت ديال البراهمة بعد أيام من التفقيص، وتبارك الله كبروا شوية اللهم بارك، غادي مزيانين الحمد لله. هذه سلالة البراهمة سبحان الله كتختلف على البلدي، وهذه السلالة يعني معروفة سلالة البراهمة. نتمنوا من الإخوة اللي عجبهم الفيديو يضغطوا على زر الإعجاب، زر الإشتراك، وما ينساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلهم جديد ان شاء الله. ونتمنى التوفيق للجميع، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.